السلام عليكم. عليكم السلام. بعد إذنك الشيخ مصطفى، هناك من ينتسبون للعلم، أحدهم يعني يقول بأن النقاب ليس بواجب على المرأة، ويستدل بقول الله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ويقول إذا كان هناك نقاب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فلماذا يقول الله للمؤمنين غضوا أبصاركم؟ يعني كده يعني يستنبط كده الاستنباطات. طيب إذا كان في حديث مثلا أو أثر عن ابن عمر موقوف ومرفوع لا تنتقب المحرمة، يدل على وجود النقاب أم لا؟ نعم يدل. كان حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما رأني صفوان بن المعطل، أو لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. كان في تغطية الوجه أم لا؟ نعم يدل. إذا سألتمون متى فاسألهن من وراء حجاب، ده يدل على النقاب ولا لا؟ نعم بلى بلى. وغير ذلك كثير وكثير، فلا تلتفت له. تمام يا شيخ، بارك الله فيك. الله يكرمك.